الدقة المذهلة في القرآن الكريم تفوق العقل البشري، يعني كل كلمة وضعت في مكان دقيق جدا لا يمكن أن نغيرها بأي كلمة أخرى، وهي تعني المعنى الذي يعني تؤديه في هذه الآية الكريمة. مثال على ذلك أيها الأحبة، الله تعالى يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه التركيبة خائنة الأعين تركيبة جديدة غير مستعملة قبل القرآن، ولم تكتشف إلا حديثا جدا. هل العين يمكن أن تخون صاحبها مثلا؟ الغريب أن هذا عنوان لبحث نشر مؤخرا. دعوني أتأمل معكم من خلال هذا الفيديو التوثيق العلمي ما كشفه العلماء وما أنبأ به القرآن قبل ذلك بقرون طويلة. طبعا هذا الخبر أيها الأحبة نشر في منتصف عام 2015 يؤكد حقيقة علمية وهي خيانة العين لصاحبها. فعنوان المقالة على موقع الجارديان: كيف يمكن لعيونك أن تكشف أفكارك أو أن تخونك أو تكشف عن خيانة لصاحبها. الدراسة الحديثة التي تتحدث عن خيانة العين لصاحبها تؤكد أن هذه الحركات السريعة للعين والتي تقدر بجزء من الألف من الثانية هي انعكاس لما يدور في دماغنا من أفكار وأسرار. ففي دراسة قامت بها جامعة زيورخ تهدف لاكتشاف أسرار هذه الظاهرة، تبين للعلماء أن العين تقوم باستمرار بحركات سريعة جدا كانوا يعتقدون أنها عشوائية، ولكن تبين أنها منظمة جدا وتعبر عن أفكار محددة أو قرارات أو اعتقادات. فقد وجد الباحثون أن سرعة حركة العين وعدد هذه الحركات وشكلها وتوقيتها، كل ذلك يمكن قراءته واكتشافه من خلال تقنيات التصوير السريع ومعالجة البيانات ببرامج خاصة على الكمبيوتر. سبحان الله، أيضا هناك دراسة لجامعة جونز هوبكنز تؤكد أيضا هذا المعنى، وحيث درست الحركات السريعة للعين وتبين أن هناك مناطق محددة في الدماغ مسؤولة عن هذه الحركة. ويعتقد العلماء أن هذه الحركات السريعة للعين لا يمكن أن نرصدها بأعيننا المجردة، ولكن يمكن تصويرها بكاميرات حديثة. سبحان الله، يعني هذه الحركة الدقيقة جدا للعين التي تكشف وتفضح ما يدور في دماغ صاحب هذه العين، والتي لا يمكن معرفتها إلا باستخدام التصوير وباستخدام الكمبيوتر ومعالجة البيانات وبرامج خاصة، هذه الله يعلمها سبحانه وتعالى. بالله عليكم، يعني هل هذا الكلام يمكن أن يصدر عن إنسان عاش قبل 1400 سنة لو لم يكن رسولا من عند الله، كما قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. دهنيه و20 امينو اسيدز و12 فيتامين، كل طلعت صباح، والا جسمك مش هيشتغل. انت تاخد ده حضرتك جسمك يعني ليه بنسكت مع الدكتور وهو مدي امي 7 ادويه؟ تفاعلاتهم ايه؟ ليه؟ انا حاولت قبل كده 100 حاجه قبل ما اخد الشنطه دي ولا لا؟ ما احنا لو ما اتكلمناش هنبقى عبيد لشركات بتبيع عشان تكسب، مش بتبيع عشان تدينا الصحه. هيبقى كل دكتور اكل كاريزما يعني، لان خلاص الناس اللي بتموت بسبب كورونا بيموتوا لان مناعتهم واقعه. اقول تاني، اتحدى واحد مناعته سليمه وفيتامين د عنده كويس وعايش صحي مات في الكوكب، اتحدى. ادخلوا على منظمه الصحه العالميه نفسها اللي ابتدينا نشك في نواياها، هي نفسها بتقول 99% من اللي ماتوا بكورونا امراض مزمنه. لو كان فلما انت تاخد الحاجات اللي لازمه للكبد اللي يشتغل، تقول الكبد يتعب منها؟ ده حضرتك ده نور على الكليه. بقى الفيتامينات والمعادن الاساسيه اللي جسمك بيمشي فيها هي اللي بتاثر على الكليه، وشنطه ادويه الحاجه ما رحتش قلت للدكتور اللي اداها لها بتتعب الكليه والكبد ليه؟ ليه بنسكت؟ يعني ليه بنسكت مع الدكتور وهو مدي امي 7 ادويه؟ تفاعلاتهم ايه؟ ليه؟ انا حاولت قبل كده 100 حاجه قبل ما اخد الشنطه دي ولا لا؟ ما احنا لو ما اتكلمناش هنبقى عبيد لشركات بتبيع عشان تكسب، مش بتبيع عشان تدينا الصحه. هيبقى كل دكتور قبل عيش من شركات الادويه ويطلع يقول انتوا دجالين، وهو اكبر دجال واكبر مزور عديم كاريزما.